انا داخل جامع ما اعرفش جامع اسمه ايه. مجموع السلطان منصور كلمون. السلام عليكم. هو ده جامع اسمه ايه؟ جامع سلطان منصور. دخول الشارع كله بعشرين جنيه بس. الأماكن دي كلها بعشرين جنيه للمصري. الطالب المصري بعشرة جنيه. بس التحفة المعمارية زمان عاملة ازاي؟ يعني الشغل ده أنا عمري ما شفته دلوقتي في أي حتة، في أي حتة في مصر كلها تانية غير الحاجات القديمة. الحاجات الجديدة كلها ما فيش منها أي ريحة جمال بالنسبة للحاجات دي. ما أعرفش إيه ده بقى. ده حد ميت هنا. استنى هجيب لكم الكاميرا اهي بالظبط. اهي حد ميت. الناس دي بنت حضارة، بنت حضارة على الغالي. إذا طلع من حتة تانية، دخلت من حتة وطلعت من حتة. والله طلعت من حتة تانية. أنا دلوقتي بشوف إيه؟ قبة الضريحية. مكتوب هناك قبة الضريحية، ده المكان اللي أنا فيه حاليا. ولا مش المكان اللي أنا فيه؟ لا المكان اللي أنا فيه غالبا يعني. هو مش قايليني بس. بعد حاول يستنتج. ماشيين دلوقتي جوه الجامع الغريب. السلام عليكم. حتى انا مش عارف امشي فين. هل في طلوع هنا؟ ما فيش طلوع هنا. الحكاية الأوقاف المصرية مفيش حاجة. داخل أماكن غريبة نخشها. دي مغارة يا باشا، دي مغارة على بابا. ده في قطة هنا نايمة في قاعدة في الأنتاخ خالص. الأماكن دي كلها. تعال نخش الشارع الغريب ده، الحارة الغريبة دي. خايف احسن هتوه جوه، ما اعرفش اطلع جوه تاني. مش الشريحة الغريبة دي. التصوير على فكرة الواحد لما يكون عاد نازل يصور يمشي في اماكن عمره ما يمشي فيها في حياته كلها. اتحدث احنا دخلنا في مغارة تانية. اخلص كفاية قبل كده عشان ايه ما انتخش. فلو تقولنا في الحتة ديت ممكن معرفش نطلع منها ابدا. نطلع من هنا. رجعنا هنا تاني. هنطلع من هنا تاني ولا هنشوف اي مكان هنا نقدر نخش فيه. نشوف اي مكان هنا نقدر نخش فيه. هنا مفتوحة. تعال نخش نشوف الغرفة اللي هي موجودة هنا ديت. نشوف الغرفة دي بتتكلم عن ايه. دي رسومات زمان. وإذا ده في كوبش كهرباء. كهرباء فخرة الكهرباء دي موت ازاي. مغارة تانية. ده خلي بالك ده في ناس هتخش هنا كتير بس مش حد داخل بالفترة. خلاص كده مش من هنا. مش عارف ديت كانت اوضة عاملة ايه ولا بتاعت ايه الاوضة دي. بسم الله. نطلع من هنا تاني. ده المكان ده عامل ايه؟ لا احنا كده نقعد نلف وندور حوالين نفسينا.
اول ما ابدا اسمع صوت ناس اطمن ان انا مش تايه. بس نخش هنا يعني حته مقفوله عشان رجع ايه رجعنا التدخين رجعنا تاني اعمال فنيه. ايه مفيش اعمال فنيه اصلا، ده مفيش غير طوب. الدنيا واقفه هنا خلاص، كفايه قوي المسجد الغريب ده ولا اسمه ايه ده، مسجد السلطان قراويه تقريبا ولا اسمه السلطان ايه قرارون حاجه زي كده. نطلع نروح نشوف حاجه ثانيه. دخلت بلبوه؟ ايه بلبوه ده؟ تعود ايه ولا خش مروق. طلعنا من الجامعة غريب. ده الجامع الغريب اللي احنا كنا فيه. هو اللي معايشك في امان تنمية اللي احنا فيه. المفروض امشي كده عشان نخش بيت الحاجات. امين في مين؟ الراجل قال لي مين في مين وطلع مقفول مين في مين ولا هنا دخول ولا ايه. السلام عليكم. الاماكن ده اخش هنا ازاي؟ طب اعمل ايه؟ خش من نص محمد. احنا كده عدينا جامع وداخلين الجامع التاني اهو، بعد كده نطلع على بيت السميح السحيمي، وبعد كده نطلع على الاماكن التانية، وبعد كده نطلع على الباب مفتوح. بسم الله. شارع المعز. السلام عليكم. احنا دخلنا مكان غريب بس نسيت اسأله والله المكان اسمه ايه. لما احنا طالعين نسأله شو المكان اهو. الأماكن كلها معظمها فاضية، خلي بالك شايلين منها كل حاجة، مش ناقص غير اللي هو البلاط ويشيلوه يبقى مبيبقاش فيه حاجة، والحيطان حاطين هناك طفاية حرير رغم ان عمره ما يحصل حرير حتى لو حطوا بترول، المكان مفيهوش حاجة خالص عشان مكان سياحي المفروض. بس انا سألت قالوا لي المكان ده بيبقى زحمة جدا في الشتاء عشان السياح بيجي هنا في الشتاء اكتر ما بيجي في الصيف، عشان الصيف عارفين الدنيا حر قوي فما بيجوش هنا في الصيف خالص، بيجي في الشتاء بس. ده واحد ميت هنا. ماشي شكرا. لا خلاص خلاص شكرا. السلام عليكم. ستي بتمسح جوه فمش هينفع اقول شكرا كده. بس الديزاين بتاع البلكونة زمان بص عامل ازاي؟ بلكونة حقيقية. البلكونات الموجودة حاليا في الدنيا دي كلها في أي كوكب في الأرض من الحاجات الحديثة كلها بلكونات مزيفة. زمان كان العدد قليل فالناس كانت بتبني براحتها. دلوقتي العدد زحمة موت. إذا ده في هنا دخول برضه ولا مفيش دخول؟ معرفش. يا متحف الشيخ المصري هل هنا في دخول بفلوس ولا انا مفيش دخول بفلوس؟ سياح انتوا ناسيين معظمهم تقريبا عشان ما بيجي هنا تقريبا في دفعة تخرج للازهر، ففي اندونيسيين كتير هنا بيتصوروا خارجين من الازهر وكده او بلجيكيين حاجة زي كده. ما علينا خلينا بنتمشى. هنخش على الشارع الغريب اللي هو الشارع هنا المعزل على الشمال واللي على اليمين دوت شارع هنسأله قال عليه اسم حق اسم حي حاجة زي كده. هنتأكد تاني هنتأكد. ايه ده دي حر ديت ولا ايه؟ انا معرفش مش هنا ولا ايه. حارة بيت القاضي. حارة بيت القاضي نخشها. عمري ما دخلت الأماكن دي في حياتي بس الدنيا قافلة كلها هنا. احنا مهمتنا ان احنا نخش كل مكان ما دخلناهوش قبل كده أو أول مرة أجي المكان ده في حياتي أصلا.
إذا بس حرام لا زي مو مفتوح فيها بس ريحة هنا ريحة غير آدمية خالص. طلعنا من هنا ريحة غير آدمية. احنا ماشيين في حارة غريبة هنطلع فين الحارة دي ضخمة. احنا كسرنا القانون ودخلنا في الشارع غلط. احنا ماشيين في حواري كتير. احنا كيكة هنضطر نرجع الحارة دي تاني فنوقف الفيديو احنا راجعين لحد ما نوصل للمكان اللي احنا رايحينه جديد عشان ما اطولش عليكم الفيديو. دي حارة ما بتخلص. مشكلة انا نسيت اسم الحارة. الناس دي ساكنة هنا ولا انا هرجع. الله 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 دي حارة ما بتخلص. بقولكم دي ناس يبقى في هنا ناس ساكنة مش حتة اثرية وخلاص. حارة ما بتخلص. هذا المكان اللي احنا لا كفاية قوي بقى. احنا كنا عند الراجل وسألناه قال لنا الحتة دي مش مفتوحة فهنرجع تاني من هنا. الناس اللي ساكنين في الأماكن ديت ساكنين في وسط الآثار بس مش الآثار الفرعونية لا آثار الفاطمية والمملوكية والحاجات دي. كل اللي بيمشي في الشارع هنا كل اللي ساكن في المنطقة بس مستحيل حد يخش من السياح في الأماكن الغريبة دي. ست زين لا أكيد بيخش في السياح الأماكن الغريبة دي. احنا نزلنا في الحتة اللي احنا كنا فيها نزلنا نزلة خطيرة جدا. ده الموتوسيكل ده مسروق 100% مسروق. في موتوسيكل مش مسروق لا أمك مسروقة كمان. قفيل غزال شاي قهوة أسعار والله مش سياحية يعني أسعار عادية. لما احنا كنا في حارة بيت القاضي رجعنا تاني خلاص نكمل الشارع الغريب شارع المعز حمام سلطان. ده حمام ايه ده مساج كده الفيلم انه مثلا الفشمات الفيلم الفشمات ما في الفشمات. حمام سلطان اللي طلع منه مثل اختشمته وده ايه ده دي المدرسة الكاملية مدرسة السلطان كامل. هو الدخول هنا بتذكرة؟ انا معاك تذكرة ماشي اتفضل سنخش. الدخول هنا طبعا التذكرة بتاعت شارع المعز دوت اللي اختشمت ايه ده الدنيا مقفولة هنا اصلا. لكن معظم ان واحد يخش فيها. احنا داخلين في حارة تانية المساج. ده المثل اللي طلع منه اللي اختشمت ده المغاطس ده الايه؟ ويساع ويفترة ويساع. طبعا الحاجات دي كلها واقفة دلوقتي مفيش حاجة شغالة. ده الجاكوسي هنا الحاجات دي قديمة بقى لها 5 سنة دي 600 سنة يا جماعة 1456 يعني قرون اتغيرت والحمد لله الحاجات لسه ما اتعدتش. دي سقفة
يسمونه سخنه والله الاوضه والله الخشب ده جاي من الهند اللي بيتفاعل مع البخار والسخونه فبيعمل ريحه حلوه والله الاوضه سخنه عن اي اوضه والله مفيش نوايا خالص ايه ده خفينا فوره هنا خفينا فوره المساج والتكييف غرفة الأمراض الجلدية الصدفية والحالاتي أي غرفة مفتحة ما عدا الغرفة بتاعة الصومة هي الوحيدة مش مفتحة الأزاز ده موجود بقاله 600 سنة ولا حاجة المكان ده كان كله زي من اول سبحان الله والله ما. احنا دخلنا منين من هنا صح انت لو دخلت لوحدك هتوه هتفضل هنا طول عمرك احنا طلعنا هنا صح ولا في دخول ده كان حوض بيشربوا منه بعد ما بيخرجوا عشان عواد السوائل في قدر روح من الموز اللي فات اسمه مش عارف فيش حاجة اتغيرت من زمان صح؟ الخشب ده مستحدث الخشب ده كله مش مستحدث لا الخشب اللي هو اللي هو اللي جوه مش مستحدث اللي جوه بقى اللي هو اللي جوه ترميم رغم لما بس سبحان الله الحاجة دي ينفعش اطلع فوق طبعا لا دي غرفة عليها مقفولة والحاجة اللي فوق فيها مفيش؟ فوق؟ بس تطلع السطح يعني؟ ولا مينفعش؟ بسم الله طالعين فوق البتاع بتاعت الخشب ماتوا مدرسة الكاملية مدرسة الكاملية او ما تبقى منها تقريبا جامع السلطان الكامل دي مأزمة السلطان برعوف اللي هو اللي قبليه ما رضوش يطلعوني فيها لا ما رضوش دلوقتي هنا الشارع كده بص عليه ده الشارع اللي خش ده قصر مشتاق بس المكان هنا جميل والله المرة دي الشارع بقول لك عليه من تحت السلطان شو اسمه بالحارة اللي دخلت فيها انا